أهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة، في يوم جديد، في معلومة جديدة، في قصة جديدة، في قصة تابعة للقصة اللي قبلها. يعني هاي القصة اليوم تابعة للقصة اللي قبلها، اللي قلنا عنه قص الصخري وكيف كانوا يقصوا الصخور عشان يحطوها بوابات للمدافن أو يحطوها يعملوا منها التماثيل ويعملوا معها منها الأمور هاي. فبنتابع حلقة وبنحكي عن الشغل وين صار. يعني الآن هم قصوا الحجار فوق يا أخوان، طلعوا وين هناك في المنطقة هذيك، قصوا الحجار. وضحت هاي أول خطوة. الخطوة الثانية عشان منحدر بدحلوا الحجر من فوق، يظلوا ينزلوه عشان يحطوه في المكان اللي هم بدهم إياه. كويس، يعني عشان سهولة نقل هاي الحجارة اشتغلوا فيها من فوق ونزلوها لتحت. طبعا هون في قص، مش هذا القص اللي بنحكي عنه، احنا القص بنحكي عنه محل ما هو اصبعي هسه هناك، تمام. الان وضعوها على مداخل المقابر اللي احنا بنسميه التسكيرة. يعني بس يجي واحد يحفر ظل يطق في هالصخرة، يطق في هالصخرة، مش راضي تخلص معها الصخرة، لكن نيجي بنقول له كمل ماشي، بزهق ببطل يكمل. ليش بزهق؟ لانه بضل يطق في هالصخره، مش ظابطه معه. طب ما هي هاي الصخره زي ما احنا حكينا انقصت من مكان وانحطت على البوابه، تمام، انقصت من فوق انحطت تحت، مهم جدا نفهمها. طيب نحكي عن هاي الصخره بالذات، صخره قص عده مبينه. لان هاي الصخره ما لهاش علاقه في اللي جنبها ولا لها علاقة في هاي، تمام. القص اللي موجود هون في المكان هذا ما إلوش علاقة في القص اللي احنا كنا نحكي فيه هناك عند كسر الصخور ونتنزيلها لتحت. اذا نظريا انا في مكان مدافن. نظريا احنا قاعدين نحكي انا في مكان مدافن. اذا بنيجي نطلع على المدفن او نطلع على الشكل اللي موجود امامنا، راح نلاقي وجود اشارة لاجف، راح نلاقي الصخر اللي هون لاجف لحاله، لكن مش من هون المدخل، المدخل من هاي المنطقة، محل ما هو هاد محطوط الصخرة اللي ما لهاش علاقة في المكان كله، محطوطة هون. يعني جايبين الصخرة من فوق، منزلينها حاطينها هون، مسكرين فيها المدخل. طب شوفي تحت الصخرة، تحت الصخرة لازم يكون فيه صخور برضو قص عدة، لازم يكون فيه صخور. الآن تنشال هاي الصخرة بصير في عندك صخور تحتيها، بتشيلها، تمام، بظلك تشيل تشيل تشيل، بتلاقي اللجف هاد فتح معك زي خلينا نحكي زي الفستقية أو زي البير لنجاصة الصغير، تمام. بعد ما تفتح بير لنجاصة الصغير بتدخل بالاتجاه هذا، المدفن راح يكون عندنا موجود هون نظريا بدون فحص انت ممكن تفهم الوضع ايش هو. طيب عدد المقابر اللي موجودة في المكان هذا اللي بوابتها هاي، عدد المقابر نحكي على 1 2 3، شوفون بأشر اصبعي، 4، ايوه كمل هيك عشان تشوفوا اللي انا قاعد بقصده شو هو. تشكيلات كلها هاي واحدة هون عشان في 44 ولا تطلع لنا، هاي واحدة، تمام، وهي واحدة وهي واحدة، كل هذول اللي شايفينهم تحت صفاء واحدة يا اخوان. هسه بروح هاي راح اشوف الاشارة هذيك اشارة قوية يا اخوان، هسه راح نشوفها مع بعض، تمام. كل هذول اللي احنا شايفينهم عبارة عن صفاء واحدة. اذا دخلت من بوابة، عشان نقول لكم كيف احنا بنلاقي بوابة، اذا دخلت من بوابة انت راح تخش على هاي المنطقة كاملة اللي هي التشكيلات تبعتها، اللي هي وجود اللي احنا شايفينه اللي هو تشكيلات المقابر. طيب راح نروح نشوف الاشارة هذيك كمان، فهمنا البوابة يا اخوان، هاي اشارة اللجف فهمناها، هاي محطوطة على البوابة، اذا في تحتها صخور تفتحها زي الفستقية، تدخل عليها، تدخل زي سرداب صغير، تدخل على الارض هاي كامله تحت الصفاء، راح تلاقي مقابر، عدد من المقابر لا باس فيه كله ورا بعضه، تمام، حلوه. هسه راح نشوف هاي الاشاره، فحصها ابو عدي بقول لكم فيها كمان معدن، يلا روح ما حد هوش. تشكيل حلو ثاني، طبعا هاي الموقع هذا
هي هون انا هون منطقه مدافع 10 متر تقريبا فيها 10 متر شايفين التشكيل تبعها اعتمدنا التشكيل وعرفنا كيف بنشتغل على هذا التشكيل هي في مربط هون شايفين المربط حط فيه السيخ ابو علي هاي مربط جاهز حلو ومرتب ماشي تشكيل المغارة اعتمدناه صرنا نفهم شو يعني تشكيل المغارة صرنا نقدر ان ناخذ المعلومة اللي موجودة تحت الارض من نفس التشكيل يعني من نفس الاشارة اللي زي هاي ممكن انا اعرف شو في عندي تحت الارض يعني لو بدي اجي اشرح الاشارة هاي تمام راح يكون في عنا دخول لكن الارض بدها تنظيف لازم تتنظف عشان يبين وين مكان الدخول اذا في عنا دخول الدخول راح يكون معنا هيك مسكر راح نروح باتجاه زي سرداب اللي احنا شايفينه هسه والله اعلم يكون في مصيدة كمان الله اعلم لكن راح نروح باتجاه زي سرداب راح نروح بهذا الاتجاه يعني لو بدنا نجي نفحصها راح نفحصها بهذا الاتجاه مش راح اجي افحصها هون راح افحصها بهذا الاتجاه خلينا نفحصها مع بعض ونشوف ايش الوضع هنسلم العده لابو عدي تفضل استاذ ابو عدي برضه راح نفحصها على السيخ الجديد احنا بنتاجر فيه يا اخوان ماشي اللي احنا بنبيعه حقه 75 دينار في الاردن خارج الاردن بنحط عليكم مصاريف الشحن الرابط تبع الواتساب او رقم الواتساب تبع الشاب احمد موجود في الوصف تحت احنا بنبيعهم يا اخوان طب هناخذها ونشوف اشاره اللجف اللي احنا شايفينها هاي او اشاره المغاره راح اوقف فوقيها ماشي واخذ اول اتجاه هيك بعدين هيك بعدين هيك خلينا نصير ناخذها بهالشكل اول اتجاه اللي حكينا عنه مسكر بهذا الشكل تمام انا ماشي سكرنا مسافه واحد اثنين هون ثلاثة تقريبا برجع للإشارة باخذها هيك حتى أول مرة هيك باخذها هيك هسه تمام بسم الله اثنين ثلاثة أربعة خمسة أخذت معي خمسة هون يعني قديش أخذنا هناك ثلاثة خمسة لا راح أرجع للإشارة كمان مرة باخذها بشكل أخذت أول شكل هيك ثاني شكل هيك باخذ هسه هيك جاه الإشارة تمام اي واحد اثنين ثلاث اربع خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 متر يا اخوان اخذت معي 11 متر ثلاثه خمسه 11 متر تمام طيب ليش نحط السرداب هاي او ليش الشغل هذا نحط باجي نص خطوه بطلع عنها وباخذ كمان فحص للفراغ بلاقي هون في عندي قبر صغير 2 متر تقريبا 2.5 بوقف هون بعد بعدين هيك بوقف هون وباخذها بالاتجاه هذا هاي سكرت معي تمام باجي هون باخذ هاي هون اذا في عندي خطوه واحده تخيلتوا انتوا قديش القبر صغير لكن معمول له كل هاي القصص عشان هالقبر هذا اذا القبر هذا مهم جدا باجي بفحصه معدن من قريب منه بديش ابعد عنه كثير بفحصه معدن انتبهوا حركه ايدي يا اخوان عشان ما تقولوا انه احنا بنجيب حكي من عندنا ماشي نفحصها معدن نقول بسم الله نروح عليها باتجاهها مباشره ماشي اعطتني فيه معدن صحيح 100% اذا صار في عندي تشكيل للمغاره صحيح شكل المغاره او شكل الاشاره اللي شفناها هي دلاله على وجود السرداب ودلاله على وجود هذا الشغل كله دلاله على وجود القبر ماشي اذا نفهم الاشاره بعدين نفحصها بعدين بنشوف شو فيها بعدين نعرف كيف شكلها عشان لما نيجي ننزل من تحت نفهم احنا وين رايحين يعني دخلنا على مغاره فتحت معانا مغاره مسكره ما فيش فيها شيء لا فيها سرداب والسرداب بوصل قاعد على قبر اذا انا فهمت شو في تحت الارض يا اخوان طيب خلينا نرجع نفحص محل ما عند التشكيل اللي تحت بالضبط صح خليكم معنا خلينا نفحص عند التشكيل اللي تحت فهمنا الاشاره وفهمنا كيف بنشغل فيه شغل وفهمت شو طريقه شغلي انا هاي طريقه شغلي يا اخوان ما عندي طريقه ثانيه تمام احنا مش سوبرمان هاي الشغله نشتغل هاي الاشاره والله خلينا نوقف عند الاشاره شوي شرح الاشاره عليها جوا مدي هاي اول خطوه اخذناها هاي ثاني خطوه طلع هاي اول خطوه من هون هاي ثاني خطوه من هون هاي ثالث خطوه اللي رحنا عليها هاي ثلاث خطوات وفي عندي هون الاشاره نفسها ارجع الاشاره جوا تمام الاشاره نفسها يا اخوان شايفين التسكيره هاي التسكيره هاي شايفينها هاي التسكيرة اللي موجودة على القبر حتى الإشارة موضحة كامل الشغل بس عليك تشتغل طبعا
طب راح يسالوني تقولوا لي ليش عملوا هاي الشغله؟ ليش سووا؟ يعني ليش قاعدين بيحكوا لك شو تسوي؟ ماشي، هم ما بيحكوا لي صديقي، هم انا ما بيحكوا لي، احنا فهمناها، لكن هم كانوا يحكوا للسابقين اللي لهم المقبره هاي او اللي له القبر هذا ولاولاده، كانوا يقولوا هاي الاشاره وهي ترتيب المدخل وهي ترتيب الامور هاي كلها، الاشاره زي ما انت شايفها موجوده تحت الارض، تمام؟ عشان اذا صار ما صار ومات حدا ثاني وهم موجودين في المنطقه بيفتحوا بحطوا الثاني وبسكروا وراهم زي ما سكروها اول مره وبيشتغلوها بالطريقه هاي. اذا عندهم تفصيل المدفن من الداخل وفاهمين شو هو، يعني هم عارفين شو تفصيل المدفن من الداخل وفاهمين شو وين بدهم يروحوا وفاهمين شو بدهم يسووا. نفحص الثاني ابو عدي. هون عندك هاي هون ايوه المدخل. طيب هاي بفحصها ابو عدي بس اتاكد عليها انا. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. سموا يا اخوان عشان عمار المكان. اذا في عندي معدن بس معطيني شوي توجيه بدي اروح بالاتجاه هذا، اذا مش تابع لهذيك. مش تابع لا مش تابع لهذيك، تمام. بدي اروح بالاتجاه هذا، اعطاني في توجيه لهون، بدي اجي من هون افحصها واشوف شو وضعها. حلوه يا شيخ، بس هذا تثبيت، تثبيت هون، تمام. طيب انتبهوا على ايدي عشان ما تقولوا انها تحركت، لانه في تعليق واحد اجاني، هو عشان التعليق اللي اجاني انه انت اللي بتشتغل في السيخ. يا صديقي اذا انا بدي اشتغل في السيخ هاي حركه ايدي، هاي انا هيك بوجه في السيخ، في حركه في ايدي، تمام. لكن لما اكون ثابت انا ماليش علاقه بالسيخ، السيخ هو لحاله بيتحرك. هم يجربوا الاشي هذا بايدهم، نحكي لهم اشتروها وجربوا، اشتروا السيخ، احنا من تاجر بالسيارة. تمام، هاي حركه ايدي انتبهوا عليها، لانه ما راح اضلني ادعي في الموضوع هذا وازيد فيه، تمام. انتبهوا على ايدي، صور ايدي يا ابو عدي، بس ايدي، تمام. انسى السيخ، صور ايدي الان، الحركه زاويه 90، زاويه قائمه، بروح باتجاه المعدن الان. لف معي السيخ، ليش لف؟ لانه هو بده يلف، مش انا اللي بدي الفه، هو اللي بده يلف. اعطاني تثبيت، اعطاني نقطه صفر، اعطاني وجود معدن. طبعا هو تابع للبوابه، هيك راح يكون تابع للبوابه، لانه احنا حكينا البوابه هاي بس تنفتح راح توديك على هاي القطعه كامله. اذا في عندي قبر تكنيزي هون موجود، منطقه حلوه يا اخوان، من احلى المناطق التكنيزيه اللي انا شفتها في حياتي صراحه. كاين فيها حضاره قويه جدا، وكاين فيها شغل قوي جدا جدا جدا. بدناش نحكي وين الموقع عشان ما حدش يعرف وينه، صراحه احنا حرين، ماشي. وهذا الموضوع برجع لنا كويس، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالحلقه، حلقه حلوه ان شاء الله. انتم معلومات اللي احنا بنعطيكم اياها يا اخوان طبقوها على ارض الواقع، ماشي. وشوفوا هل في اختلاف في الكلام اللي احنا بنيجي نحكيه، هل انه الحوراني هذا بيجي بيحكي كلام من راسه اي كلام، بس المهم انه يصور فيديوهات يدور لايكات، ولا شغل صحيح؟ تفرجوا عندكم اراضيكم فيها زي هيك مناظر، فيها مناطق زي هيك جبليه صخريه، يا اخي اطلع عليها، اطلع انت عليها، اجتهد من عندك، ماشي. فكر شو هو هذا، احنا كيف وصلنا لهذا العلم يا اخوان؟ العلم هذا لا هو مكتوب في كتب، ولا معروف مين اللي بلش فيه، ولا هو معروف شو قصته، ماشي. لكن بشويه اجتهاد ومعلومات منطقيه، اشتغل بالمنطق بعقلك، ماشي، بتفهم شو هون، شو كان صاير هون، كيف احنا عارفين شو اللي كان صاير. طب انا بقدر هسه وانا واقف هون احكي لكم شو كانت القصه هون كامله، اتخيلها، ماشي. بقول هون كان في مدافن، وكان في عمال ينزلوا حجار من فوق، وعالم تسكر المدافن، وعالم والسكن موجود فوق، ماشي. المنطقه مثلا اللي على اليمين فيها نبعت ميه، ماشي، فيها مي هنا، كانوا ياخذوا المي يطلعوها المناطق هاي اللي كانوا عايشين فيها، مدافنهم هاي هي. اذا المنطقه المقابله في الجبل راح تكون سكنيه باتجاه الشرق، هاي باتجاه الغرب. بنفهم شو كانوا يعملوا، ماشي. يعني انا لو عندي واحد بيقدر يشتغل لي مثلا شغل زي الكرتون، ماشي، بصور المنطقه وهو يدخل عليها اشخاص، بخليكم تشوفوا كيف كانوا يشتغلوا 100%. بس عنديش واحد، بدها واحد بيشتغل 3D انيميشن، ماشي، انا ما بعرف اشتغلها. لكن لو نجي نصور الفيديو هذا وادخل عليه انه واحد هون روماني قاعد بيشتغل، واحد بقص حجر، راح تقتنعوا اكثر بالكلام اللي احنا قاعدين نحكي، ماشي. فيا ريت لو في واحد بيشتغل الشغل هذا من الاردن يتواصل معي، وانا جاهز انزله شغله عندي على القناه ونعمل له دعايه له كمان، ماشي، ويستفيد. وان شاء الله بيشتغل 3D انيميشن اللي هو تدخيل الرسوم الكرتونيه، ماشي، على منظر طبيعي زي هذا بطريقه معينه، يحرك الصور ويحرك الامور هاي.
ان شاء الله تكونوا جميعا استفدتم من الحلقات اللي بنقدمها. واللي مش معطينا لايك يعطينا لايك، واللي بدوش يعطينا لايك عادي ما في مشكله، احنا بنحط له لايك. ايوه اللي مش مشترك في القناه خلاص عادي يشترك في القناه وخلصنا من هالسلاسه. يا اخوان 60% من اللي قاعدين بيتفرجوا على القناه من برا القناه ما هم مش مشتركين اصلا، تمام؟ فاللي بده يضلوا عنده معلومات وقصص سواليف، في فيديوهات سابقه كثير عندي بحكي اخوي اخوان في حدود 450 فيديو كثير في معلومات، فاشتركوا في هالقناه وخلصونا من هالسلافه. بدنا نرفع هالرقم يا اخوان، الرقم مش راضي يرفع، صار له 15 يوم مش كثير يعني. بس 15 يوم. نشكركم على المتابعه وان شاء الله في حلقات جديده ومعلومات جديده. واشكر المصور ابو عدي، تمام؟ لانه بتعب معنا كثير، بضل عامل ايده هيك وسلك عن جد هلكني. نشكركم على المتابعه. شكرا جزيلا واهلا وسهلا فيكم.